مضيفا أن الوضع هناك مروع للغاية والمرض ينتشر في جميع أنحاء المدينة. توني مزرعاني، العربية. ومباشرة من لندن باباك إماميان، الباحث السياسي الإيراني. سيد باباك، مرحبا بكم معنا في العربية الليلة. هل تتفق مع ما ورد في التقرير بأن إيران هي مصدر فيروس كورونا في الشرق الأوسط؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ بدأت المشكلة في إيران في مدينة قم، المدينة الدينية التي يزورها الكثير من الحجاج، وهؤلاء الحجاج جاءوا أولا من الصين وجلبوا الفيروس معهم. وطبعا طيران ميهان الإيراني سير رحلات باستمرار من الصين إلى قم، ولأيام عديدة فإن السلطات الإيرانية أنكرت أن وجود مشكلة كورونا في قم. ثم لما سئلت السلطات عن سبب إخفاء الوضع لأسابيع قالوا لأن مدينة قم هي رمز للإسلام ويأتي الناس إلى هناك للحصول على العلاج، فإذا أصبحت قم مصدر للمرض فهذا يدمر سمعة الإسلام. هذا هو المنطق الذي أعلنته السلطات الإيرانية، التي ما يهمها هو أمن النظام وليس الصحة العامة. وعندما أقول أمن النظام هذا لا يعني أمن البلاد، وإنما بقاء الجمهورية الإسلامية على قيد الحياة. طيب سيد باباك، لو تعطينا تفاصيل أكثر لمن لا يعرف، في إيران هل فيها موارد صحية كافية، أطباء أكفاء لمواجهة كورونا، أم أن المسألة مرتبطة بقرار سياسي بالدرجة الأولى؟ هذا سؤال جيد جدا. سبب جعل الكثيرين يمضون قدما في هذا الإنكار يعود لأن السلطات ليس لديها الموارد التي تسمح لها بتصدي لتفشي مرض كورونا، وإنفاق السلطات الكثير من الأموال على تصنيع الصواريخ، وكذلك دعم الوكلاء في كل من لبنان والعراق وسوريا واليمن من والصومال وأفغانستان وحتى في فنزويلا. هذا جعل النظام لا يتوفر على الأموال لمواجهة القضايا الداخلية، وهو الآن يفتقد إلى الأموال وإلى الموارد الأخرى. ثم طبعا النظام الإيراني وإيران الجمهورية الإسلامية لا تتعاون مع المنظمات الإسلامية، فمنذ البداية الجمهورية الإسلامية كانت ضد أي مدونة سلوك عالمية حتى فيما يتعلق بالصحة العامة. سيد باباك، هل تتفق مع القول القائل في يومنا هذا بأن إيران باتت تصدر ميليشيات كورونا؟ ما تفضلت به شيء جدير بالاهتمام. طبعا هناك أصوليون في قم وغيرها يقولون أنه ربما هذه طريقتنا لمحاربة أعدائنا. هناك أصوليون يقولون أمور من هذا القبيل، ولكن أؤكد لك أن غالبية الشعب الإيراني أي 95% من الإيرانيين لا يدعمون هذا النظام. وكما شرتم في أخباركم فهناك انعدام للثقة بين الشعب والنظام، ولكن في الوقت الراهن فإن الشعب الإيراني هو رهينة بأيدي النظام الإيراني، وعلى الإيرانيين أن يسيروا النظام. فهذا النظام لم يعد فقط خطرا بالنسبة للإيرانيين وإنما للمجتمع الدولي ككل. شكرا جزيلا لك من لندن باباك إماميان، الباحث السياسي الإيراني. أما الآن فإلى إيطاليا.